بكم كما وعدناكم بذلك أمس الثلاثاء. نستقبل الناخب الوطني سيد حسن مومن ساعات قليلة قبل الإقلاع صوب ليبروفيل والمباراة الحاسمة للمنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الغابوني. أول حاجة نشكر بزاف سي حسن مومن اللي جعلنا بلا ما يتغدى وبعد حصة تدريبية ديال صباح اليوم اللي جراها المنتخب الوطني وبتحرك بس حوايج جوج عندنا المغرب مجموع السوداء. تشكره بزاف سي حسن مومن واقعيا. هذا بحق لا شكر على واجب لان الاستجابه ليس فقط لبرنامج مستودع ولكن للجمهور المغربي. طبعا باسم الجمهور لا انا كنقول لان هي استجابه لان الجمهور المغربي طبعا متعطش وغادي يبغي يعرف اشياء كثيره على الفريق الوطني قبل المقابله وطبعا هذه المساله هي اللي كتخلينا اننا كنستجيبوا بحال الدعوات بكل فرح. الجمهور المغربي يعني خديت هذه الصفه اليوم. سنستدعي كذلك سي هشام الثابت اللي هو صحفي رياضي رئيس الصفحه الرياضيه بالعلم. اهلا بك سي هشام. مرحبا بك سي هشام الثابت هو في نفس الوقت رئيس منتدى الصحفيين الرياضيين بمدينة الرباط وتنشكرك لتلبيه الدعوه بالصفتين معا. شكرا لك. سي حسن مومن ساعات قبل الاقلاع لليبروفيل لا احد يتكلم في الحقل الرياضي المغربي وحق كرة القدم على الخصوص الا على مباراة الكابون اللي اصبحت حاسمة بواحد الدرجة مفرطة يعني ما بقاش عندنا الحق في الخطأ وهذا تيكبر الضغط بصفة كبيرة على المباراة. واش ممكن تفضل بين جري المباراة بضغط اقل؟ وعلى كل حال كرة القدم ما دارت غير باش انه الانسان كيخصو يكون كيستعد ليها وكنعرفوا الضغط ديما كيكون حاضر ولكن كاين بعض المقابلات اللي هما كيكون فيها الضغط اللي هو كيكون مضاعف وهذا الشيء اللي هو طبيعي اللي علمنا على ان الفريق المغربي ربما كيلعب اخر مقابله ديالو اللي غادي يمكن ليها تعطيه فرصه باش يكمل المشوار ديالو ويقلب على الحظوظ ديال التاهيل ديالو على الصعيد العالمي ولا على كاس العالم او كاس الافريقيه. وفي نفس الوقت كنعرفوا الفريق الغابوني اللي هو ديما كنشوفوه فريق ضعيف. طبعا هذه تساؤلات اللي هي موضوعيه. كيبقى الهدف من الجوله هو اللي ربما غادي يبرر التوقيت تاع الجوله. طبعا بالنسبه لنا من بعد ما رجعنا من المقابله تاع الغابون فوقفنا على واحد مجموعه تاع الاشياء في الاسبوع الاول بين الطاقم التقني ودرسناها. كالاسبوع الثاني هو فعلا كانت فيه جوج مبادرات غير ما اننا غادي نمشيو مسبقا مباشره من بعد المقابله تاع الكابون واننا نزيدو نشوفوا اللاعبين نوقفوا على المدى الاستعداد ديالهم وكيفاش كيتصوروا المقابله تاع الكابون او اننا غادي نمشيو معاهم في واحد الوقت اللي حنا يلاه في البدايه تاع البطولات كلها العالميه وكاع اللاعبين انهم كيبحثوا على المكانه ديالهم داخل الفرق ديالهم والتركيز ديالهم من بعد مقابله تاع الكابون هو يسترجعوا اللياقه البدنيه ديالهم لان اكثر اللاعبين كانوا كلهم مصابين. ثاني حتى اللعابه اللي لعبوا كانوا يلاه رجعوا من بعد الاصابات وبالتالي تثبيت مقابله توغو عفوا لان التركيز ديالنا مشى كله مباشره دابا المقابله تاع الكابون وبالتالي فحبدنا قلنا انا من الاحسن ان نخليو واحد جوج الاسابيع بعد العقل اللعابه باش انهم يلقاو الإقلاع ديالهم المكانة ديالهم. والأسبوع اللي هو مشى الماضي كان قريب المقابلة إذا قلنا إلا كنا درنا واحد العمل مسبق غادي يمكن يتنسى من بعد أسبوع ولا أسبوعين لأن غادي تكون هموم أخرى ولكن في آخر أسبوع مباشرة غادي يدخلوا عندنا التجمع. كان تبين على أن هذه من أحسن توقيت هو هذا الأسبوع اللي مشينا فيه. طبعا كيمكننا أننا شحتينا الشيء كله قبل ما تمشي هنا في برنامج مستودع دابا بعديا يعني بعد واش هذا الشيء كله تحقق واش غير المبتغى ديال التحدث مع اللاعبين اللي هما اساسيين اللي هما اوتو ديال المنتخب الوطني من غير هذه القضيه واش اللاعبين الجدد اللي مشيت تقلب عليهم المستقبل تنظن اللاعب الوحيد اللي ما كانش كلمتي عليه هو اللي عطى الموافقه النهائيه باش يلعب مع المنتخب الوطني الاسباني اللاعب الاسباني المغربي مهدي مارسيلا. اذا غير الجوله كما قلنا في الاول كانت كتهم الدرجه الاولى مجموعه اللاعبين اللي غادي يمكن لي يكونوا يلعبوا في المقابله تاع الكابون لان مؤهلين لا من الجانب التقني ولا الجانب الاداري. وطبعا استغلينا احنا ديك الفرصه قلنا ضربوا عصفورين بحجره واحده فاحنا متواجدين في البلدان الاوروبيه كاين بعض اللاعبين اللي يعبروا على الرغبه ديالهم باش انهم
فكان اننا مباشره نحسن لان كنسمعوا من خلال الصحف من بعد الاقاويل بعد المصادر اللي مختلفه كاين اللي كيقول كان اتصال غير ما كانش اتصال بهم ولا شي حاجه. قلنا من الاحسن حنا كنا في المكان عين المكان غنتصلوا بهم. فعلا اتصلنا مرابط نزل عند الرغبه ديالو وجلس مع الوالي ديالو هو وياه وهما مستعدين ان شاء الله. هما هما اللي بينوا حنا ما قلنا لهمش كنقولوا المغرب هو مرحبا الفريق الوطني جميع اللاعبين اي مكانه. نفس الشيء كان حصل مع ميمون ازواغ كذلك جلسنا معاه حتى هو في نفس السياق. كان كانت كتهيئ اشياء في الكواليس فيما يخص المهدي مارسيلا وكان علينا اننا نتيقنوا من هذه المساله في عين المكان. وفعلا مارسيلا هو اللي حقا وتم المناوله على المنتخب البلجيكي. يعني هذا الاختيار ديال المنتخب المغربي هو بالنسبه لي هو قناعه قناعه لان هو لاعب في مستوى المنتخب البلجيكي خلافا لبعض اللاعبين الذين يتباهون بانهم يتم. حنا على كل حال ما مشيناش باش ضيعنا وقتنا بزاف مع هذه المجموعه كما قلت لكم. واجهوا في سياق ذاك الجوله اللي كانت عندنا لان اللي كانت كيهمنا في هذه الجوله كنقولها وكنكررها دائما هو اننا نوقفوا على مدى مؤهلات اللاعبين وكيفاش كيفكروا في مقابله تاع الكابون وكيفاش نوجهوا التركيز ديالهم وشنو هي المشاكل اللي عاشوها ما قبلنا ولا من بعدنا حنايا. شنو هي المسائل اللي كانت تكون في الكواليس وما كيستطعوش يقولوها في اخر طربوس لان كما كتعلموا هذا التوقيت جاء. احنا دخلنا مباشره يوم اثنين مساء يلاه دربنا البارح حنا اليوم غادي نمشيو للكابو. في التالي فكانت حتى ان ديك الفكره ديك الجوله قبل كان واحد النوع تاع تأييد واحد النوع تاع تجاوب بيننا وبينهم وانفتاح ونعرفوا بالضبط ماذا يجري داخل الفريق الوطني الاشياء التي لا تقال الا في بعض اوقات معينه خارج الاطار ديالها رسمي. الحمد لله اللعبه حبتوا الفكره وكنقول ربما الاخوان الصحفيين البارح من خلال استجوابات تاع اللاعبين تبين على ان اشياء كثيره تغيرت داخل الفريق الوطني في علاقتهم بين اللاعبين انسجام اللي ولا حاصل بيناتهم الروح والمعنويه رجعت. كنتمنى هذه المسائل تبقى النقاط اللي هي ايجابيه وتاكد يوم المقابله ان شاء الله وتعطينا الانتصار اللي كنتمناه. هادشي اللي جميل انه في العهد السابق نسميه العهد السابق كنا كل شويه تنسمعوا خلافات ما بين اللاعبين ديال اوروبا واللاعبين ديال الخليج. هادشي اللي ما حصلش الان. كاين هناك بوادر ديال الانسجام ما بين اللاعبين تفاهم ما بين اللاعبين سواء اللاعبين المحليين او اللي تيمارسوا في اوروبا او الخليج وهذه نقطه تحتسب الطاقم التقني الوطني برمته. سي حسن انت تبين لك هادشي البارح كصحفي كصحفيين من خلال الحديث مع اللاعبين تبين انهم اولا واعين بالمسؤوليه الملقاه على عاتقهم في المباراه ديال الكابون وكلهم متحفزين كلهم عبروا على الرغبه ديالهم لتحقيق الفوز وكلهم تاكدوا انهم لا بديل عن الفوز. حسيت بالفرق بين هذه المره والمره بطبيعه الحال من خلال النبره ديال الحديث ديالهم شحال هذه كنا تنسمعوا شويه ديال ليزيتاسيون.